فكرة تخفيض المرتبات بالنسبة للنادي الأهلي والأندية الأخرى، طبعا احنا سمعنا بقالنا فترة في بعض اللاعبين بيتكلموا في هذه الجزئية ان مش عايزين طبعا فكرة التخفيض العقود، بالرغم من الظروف الحالية كل العالم بتخفض عقودها، اللاعبين الكبار الأندية بتحاول طبعا انها ما تخسرش كتير في ظل التوقف الحالي للنشاط. يمكن في خبر لمستر فايلر ان هو بيرفض تخفيض راتبه في التوقيت الحالي، ولكن انا هقول لكم حاجه، احنا كنا قلنا خبر من فتره بان مستر فايلر مستني شويه فكره تجديد عقده مع النادي الاهلي لحين الانتهاء من المشكله في الوقت الحالي للعالم كله هو فيروس كورونا، وان هو بيسال عيلته، بيسال اقاربه، الناس اللي عايشين معاه، عيلته طبعا بالكامل، ان هل يقدروا ان هم يكملوا في هذه الظروف في الوقت الحالي في ظل توقف النشاط وفي ظل ما فيش ممكن الى حد ما رؤيه في العالم كله ان امتى الدوري ممكن يرجع. فبالتالي هو اجل هذه الجزئيه، والخبر معايا ان هو رافض تخفيض راتبه في التوقيت الحالي ده يمكن بالنسبه لمستر فايلر. الاهلي من بدايه الشهر القادم في فكره تخفيض الرواتب يعني كابتن سالم حفيظ بيحاول يتواصل مع اللعيبه بتخفيض 100,000 جنيه في كل شهر بالنسبه للاعيبه في الفتره القادمه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. هنشوف ايه اللي ممكن يحصل بالنسبه لهذا المبلغ بالنسبه للاعبين وتخفيض ال 100,000 جنيه، هنشوف في الفتره الجايه في لاعبين هل ممكن رايهم ان هم يخفضوا، وهل في لاعبين ممكن ما يرضوش، هنشوف ايضا في هذه الجزئيه.